هوب هوب. ايه هو مستر فاتين ماله؟ مش عارفه، هو كان سرحان برضو النهارده كده في المدرسه. اتخانقتوا تاني ولا ايه؟ لا الحمد لله النهارده عدى على خير من غير خناق. طب بقولك ايه، روحي شوفيه ماله وانا هكمل تدريبات، بس خليكي كده هاديه معاه عشان يعرف يفضفض لك. ماشي؟ يلا. يا لمياء. قولي قاعد زعلان كده ليه؟ مش عارف اعمل ايه يا لمياء يا حبيبتي خالص. لسه برضو بتفكر في حكايه التمثال؟ ما فكرش فيه ليه، بس انا خايف قوي لحسن يكون ميشو اخويا دون ليه علاقه باللي عمله كده. ما انت لازم تساله وتفضفض له باللي جواك. هو انا عارف اشوفه ده من يوم الحادثه دي وانا مش لاقيه، ده كمان بابا ما بيخلينيش اتكلم معاه خالص. مش لازم تتكلم معاه في البيت، اتكلم معاه برا البيت في اي حته تانيه يا اخي. والله عندك حق يا لمياء، انا هقوم اروح. ايه؟ ما انا خايف بقى لحسن هو بقى يمد ايده عليا ولا حاجه، ده بقى عصبي قوي اليومين دول، وبعدين ممكن يقول لي طب ما قلتليش ليه فاطين من ساعه ما. يا حبيبي لا ما تخافش يا اخويا، مش هيمد ايده عليك، اصل ده اخوك. انت لازم تقوله الحقيقه وتقوله ان عنابي كان بيهددك وانك كنت خايف عليه لا يشترك معاهم في العمليه دي. اه والله خايف بجد والله عليه. انت عارف مكان اخوك فين؟ ايوه عارفه طبعا وحافظه كمان، ما هو المكان ده لمياء اللي جه سكر وخد منه ووداني بقى العنابي. يا عنابي ياخدد الحلاوه، ربنا ياخده. لو سمحت الاقي ميشو فين؟ يا ميشو. ازيك يا مان، انت جاي من حفله التنكريه ولا ايه؟ لو سمحت بقى حضرتك فاهم غلط خالص، وسيبني بقى عشان انا اللي فاهم كفيني. خد يا زوق خد لو سمحت. ميشو فين؟ انا فين يا فتيك يا حدق؟ اروح اجيب لك البرتقال بتاعك واجي. التسريحه الغريبه دي. ميشو 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 ايه ده؟ انتوا واخدينه على فين بس؟ لو سمحت نزلني نزلني، طب اخد البرتقال. اهلا يا حريف اهلا. لا اهلا ولا سهلا يا اخويا، لو سمحتوا نزلوني هنا. انت دلوقتي عايز مني ايه؟ مش هخطفني معاك ليه؟ انت مش خلاص سرقت التمثال بتاعك انت بالعصابه بتاعتك اللي قتلين قتل ربنا ياخدهم وياخدك قادر يا كريم يا رب. ايوه سرقنا التمثال، وادي التمثال اللي احنا سرقناه. اتفضل ادهوله. يعني انت جايبني هنا عشان تحصرني على التمثال مش كده؟ لا 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 لا، التمثال ده انا مش عايزه. طبعا مش عايزه، علشان التمثال ده مش الاصلي، التمثال ده تقليد، انا عامل ابحاث ياما عليه وعارفه كويس جدا. برافو عليك يا ميشو، انا بقى عايز التمثال الاصلي اللي عندك. التمثال الاصلي اللي عندي؟ انا عارف انك ذكي، وبدل ما نخلص عليك تجيب التمثال اللي عندك والا. بقولك ايه يا عم عنابي، انا ما بتهددش وما تفكرنيش ضعيف، لا أنا أقوى مما تتخيل، وإذا الموت أتى فأهلا به، وكما قال الأقدمون من الأفضل أن تكون أسدا ليوم على أن تكون نعجة طول حياتك. بقول لك يا ميشو ما بلاش تطالع عليه، مش كله ورا بعضه كده، راجل فريد الجندي ده مش سهل وربنا معه سهل، و100 مرة قلت لك إن لابه أزرق يا ميشو. أنا عارف أنا بعمل إيه يا سيد. طب يا ميشو حبيبي المراقبة اللي عليك تحت دي؟ نزلت وأمنت، ما بقاش في مراقبة خلاص، الظاهر إن هما سلموا. طب خد ستيشن معاك برضه أمن لك السكة. مش محتاج غير بونبون يبقى معايا، وهيبقى واقف بره ومستنيني ومدور الموتوسيكل. اسبق بونبون. وجب يا ميشو. ميشو يا ابني انا برضو قلبي مش مطمن. يا ميشو اسمع كلام ابوك، صدقني يا ابني ما تسيبك من فريد الجندي ده، واحنا دلوقتي الحمد لله تمام، وبكره هيبقى احلى ميشو من اللي عندنا. بلاش نطمع ميشو، ها بلاش نطمع.
لو احنا سيبناه هو مش هيسيبنا، ولو انا ما كسرتوش دلوقتي يا سيد هو اللي هيكسرني بعدين. طيب يعني انت واثق في اللي اسمها سوزي دي؟ انا ما بثقش في حد، بس الفلوس اللي هتاخدها تخليها تبيع اللي اكبر من فريد الجندي. يا ابني انا قلبي مش مطمن، صدقني قلبي متواغ بشاميشه. يا قلبك ضعف يا سيد، انت اللي قلبك مات. ايوه مات، واللي هيقف قصادي برضه هيموت. متخافش عليا من فريد الجندي، من الليله دي مفيش فريد الجندي. مشوا الحاوي فرد جنا حياته خلاص. ماشي عايز ايه؟ ماشي عايز ايه؟ يا عم قلنا ماشي يا عم، انت ايه اطرش؟ لسه مش فاكرني؟ يا استاذ اندرادو انت والمرأة العنكبوت اللي جنبك دي، انا اول مرة اشوفك والله العظيم، انا عمري ما شفتك قبل كده، اعمل ايه بس عشان تصدقني؟ والسلسلة دي كمان نسيتها؟ يا سيدي انا لا عمري لبست سلاسل ولا عمري شفتك، ربنا ياخدك. ما تقول حاجة عن الخواجة انت، بدل ما انت مقضيها شرب واكل عنب ولا كأنك بتتفرج على فيلم كوميدي. قول التمثال يجي امتى وانا اتكلم معاك. يا جماعة والله العظيم انتوا ليه بس مش مصدقيني؟ انا اخر مرة شفت بيها التمثال كان في المتحف وكنت مع خطيبتي. سيبوني بقى اروح بقى. انت هتعمل ايه؟ زي ما انت شايف هخلص عليك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لا استنى استنى يا عبد استنى. عينابي بيه، انا موافق انا موافق ان انا اجيب لحضرتك التمثال. يومين والتمثال يبقى هنا. انت ايش حشرك انت؟ انا بكلم الكبير، انت كبير. هما يومين زي ما قال مستر اندرادو. ماشي كلامك كبير. لو ما جاش التمثال قبل يومين انا اللي هجيلك واخلص عليك. هقتلك، بس قبل ما اقتلك هقطعك، هقطعك حتت صغيره، مفهوم؟ ان شاء الله ربنا هياخدك قبل ما تقطعني. ما تيلا بقى يا استاذ سكر، هتوصلني ولا هقضيها ماشي انا؟ ما ده اصله من شغل عصابات ده. خلي حد يراقبه ويمشي وراه زي ضله، مفهوم؟ امرك يا نبي بيه. قدامي. سلام يا خواجه، على الله تكون بس استمتعت بالفقره. مبسوط قوي في جهنم ان شاء الله بتشرب منكر. خدوه. ربنا ياخدك، ربنا ياخدكم يا رب. قادر يا كريم. بالراحة عشان خدامين نايمين. أظن كده تمام يا باشا، متصور صوت وصورة، بس أنا بحب أخدم العدالة والقانون. إجاز، هو تستعد حالا. انتي اوضه نوم وهتلاقي الخزنه جوه الدولاب. اوكي طب ادخل. مش هينفع.
ايه مالك يا ابني؟ في ايه؟ مش عارف يا عم علي، قلبي اتقبض مره واحده. انا حاسس ان اخويا مشوا جروا له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تقولش كده يا ابني، ربنا ما يجيب حاجه وحشه. انا لازم اقوم امشي. السلام عليكم. استنى بس يا فاطين، خلي بالك على نفسك وابقى طمني. ها حاضر. السلام عليكم. ابقى طمني يا فاطين. انا خايفه على فاطين قوي يا بابا، ربنا يجيب العواقف سليم. والله صعبان على فاطين ده يا بنتي، كل ما يطلع من نقره يقع في اللي بعديها، وهو ملوش ذنب في اللي بيحصل ده. طلبتني يا فؤاد باشا؟ ايوه. عايزك تعمل الاشاره وتوزعها على كل الاقسام بهروب الواد مشكور سيد حسان وهو مضروب برصاصه، واعمل كمان نشره بمواصفاته ووزعها على كل الاقسام. تمام يا فندم. بقول لك ايه يا احمد؟ عايزك تبعت اشاره لاسم المانيال للظابط عمر، تقول له ياخد قوه ويطلع على بيت الواد ده وعلى كل الاماكن اللي بيتردد فيها. تحت امرك يا فندم. وايه اللي خلاك تسيبه ينزل بس يا بابا؟ ما قدرتش عليه، ما قدرتش عليه، اتعيلت عليه كتير وما ينزلش، بس هو حك برايه. كنت تمنعه بالقوه، ولا القوه دي ما بتظهرش غير ليا انا بس يا بابا؟ ولا اقول لك ايه، انا مش ناقصك، انا اعصابي شايطه ومش مستحمله. وبعدين انت بتحاسبني يا اخويا؟ امال احاسب مين؟ اهدى اهدى يا فاطين يا ابني، اهدى. اخويا مشي وحاسس انه جرى له حاجه يا عم انس. انا حاسس بيه، محدش يقدر يحس بيه زيي. حاسس انه بيندى عليا دلوقتي، عايزني اساعده. اخويا لو حصل له حاجه هتبقى انت السبب، مش هسامحك طول عمري. اقعد انظر فيها، انظر انظر لغايه ما يحصل له حاجه بجد. حكيم انا ما باخدش منك غير النبر والكلام اللي ما منوش فايده، انت وعمك. افتح الباب بسرعه يا استاذ. حاضر يا معلم. ايوه ايوه حاضر. خدت الشقه. معلش يا فاطين، معايا امر من نيابه بالتفتيش. خير يا حضره الضابط؟ مش هرب من البوليس وهو بيحاول سرقه فيلا فريد الجندي، ومش كده وبس، جانا بلاغ من المديريه انه اتصب رصاصه اثناء هروبه. ايه؟ اتصب رصاصه؟ ايوه يا استاذ فاطين، ده لو حد فيكم يعرف مكانه يا ريت يخليه يسلم نفسه، على الاقل احفظنا على حياته. ده اذا كان لسه عايش. ما لقيناش حد يا فندم. انا كمان عايز ابلغكم حاجه مهمه، اللي بتسطر على مجرم يبقى مشارك معاه في الجريمة. بعد إذنكم. صدقت يا بابا؟ أدي آخرة الطريق اللي أنت اخترته له. بقى مجرم وهربان كمان. ويا عالم إذا كان عايش ولا ميت دلوقتي. بتبكي دلوقتي؟ بعد ايه؟ بعد ما ضيعته بايديك؟ اقول لك ايه بس يا بابا؟ الله يسامحك، الله يسامحك. ايه ده؟ ميشو؟ ايه اللي حصل له يا بابوري؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيه كده؟ ريحه بس الاول معايا. نايمه نايمه هنا. فين الدرع؟ فين الدرع؟ هات لي حاجة ننزل بتاع النزف كتير قوي، هات حاجة توقف الدم ده بسرعة. هتعيز له دكتور يا بني آدم. دكتور إيه؟ بقول لك واخد رصاصة في كتفه وهو فين من البوليس، يعني الدنيا سابتها مقلوبة عليه دلوقتي. يعني هنسيبه ينزف كده لغاية ما يموت؟ يا عم فلان ولا فلك يموت إيه؟ خليك أنت جنبه وأنا طيارة، هجيب الدكتور تبعنا هو اللي بيعرف يتصرف في الحاجات اللي زي دي، خد بالك منه يا نبي. إيه آخرتها يا ميشو؟ إيه آخرتها؟ يا رب يا رب عديها على خير يا رب، عديها على خير يا رب. انا حاولت يا استاذ انس ان يقنعه انه يسلم نفسه، لكن هو فضل مصر على العنف لغايه ما اضطر ثابت فؤاد انه يستعمل معاه العنف ويضربه بالرصاص. ما
ما هو كان لازم توصل لكده في يوم من الايام. انا مش هوصيك يا استاذ انس، انت وفاطين لو عرفتوا مكانه تقنعوه يسلم نفسه، وانا لو فكتوا اي حاجه مني انا ما اقدرش اتاخر عنكم ابدا. متشكريني قوي يا حضره الضابط. انتوا كمان لو وصلتوا له قبل احنا ما نوصل له ارجوكوا طمنونا عليه. حاضر، بعد اذنكم. اتفضلي يا بنتي، مع السلامه. مع الف سلامه. وبعدها لك يا فاطين، انت هتفضل ساكت كده يا ابني؟ اتكلم، فضفض، يمكن نخفف عن بعض. انا مبقتش عارف اعمل ايه يا عمي، الموضوع اتلخبط خالص، انا حتى مش عارف افكر. طيب اتكلم اتكلم، او على الاقل نفكر بصوت عالي يمكن نلاقي حل. الراجل اللي اسمه النبي بيه ده والعصابه كلها اللي سرقت التمثال انا كنت معهم من شويه. انت ايه اللي وداك عندهم؟ هو بمزاجي يا عمي، انا كنت رايح لميشو في الكوفي شوب اللي بيقعد فيه، جم وخدوني من هناك، وطبعا فضلت عامل قدامهم ان انا ميشو. وما كانوا عايزين منك ايه؟ التمثال. الله، تاني؟ الله، انت مش بتقول التمثال سرقوه؟ ايوه يا عمي سرقوه، بس طلع مزيف. مزيف؟ ايوه يا عمي، وفاهمين ان انا اللي اخدت التمثال الاصلي ومخبيه، وكانوا هيقتلوني لولا ان انا قلت لهم خلاص انا هجيب لكم التمثال الاصلي اللي انتوا بتدوروا عليه. الله، طب وانت هتجيبه لهم منين ده؟ انا عارف يا عمي. طب وميشو ايه علاقته بالتمثال؟ برضه مش عارف، ما انا كنت رايح علشان اساله علشان اعرف، بس لما قعدت فكرت قلت لا يمكن لا يمكن يكون له علاقه، وحتى لو سرق التمثال ايه بس اللي هيخليه يروح يسرق فريد الجندي؟ يعني هو بخير ابو بوني؟ زي الفل يا معلم، انا جبت له عرايشي وهو عمل اللازم، وما مشيتش غير لما وصيت انتيك عليه ياخد باله منه. طب اقوم اروح له بقى اطمن عليه بنفسي. لا، ابوس ايدك يا معلم، ده البوليس مرشق في كل حته، ولو انت رحت له يبقى احنا بنسلم ميشو بايدينا للبوليس. طب اكلمه في التليفون اسمع صوته حتى. بكره يا معلم يكون بس نام واستريح عشان لما اكلمه يقدر يرد عليك. بكره؟ ماشي، عموما بكره مش بعيد. بومبوني ستيشن، مش عاوز حد في الدنيا يعرف مكانه، فاهمين؟ طب فاطين والاستاذ انس لو سالوا عليه؟ حتى فاطين وانس محدش فيكم انتوا الاتنين يقول لهم على مكانه. وجب يا معلم. ها يا معلم ناوي على ايه؟ محتاج افكر شويه مع نفسي اشوف هنعمل ايه مع فريد الجندي ده بعد اللي حصل. كل الجرايد كاتبه عن سرقه امبارح، لازم سيد الحاوي وميشو يعرفوا هما بيتعاملوا مع مين. مالك يا سوزي؟ مفيش، بس ما نمتش كويس طول الليل، مش قادره انسى شكل ميشو وهو بيضرب الرصاص بسبب امبارح. احساس اول مره اجربه، فاكرها هيبقى اسهل من كده. سوزي، مهنتنا دي ما فيهاش عواطف، اللي يقف قدام مصلحتي ادوسه. عارف، بس انا كنت هموت امبارح، ميسو كان عامل زي المجنون. انا ورايا شغل متلتل ومش عايز كلام فارغ. عارف، بس انا تعبت من اللعبه بالنار، عايزه افوق. انا خايف، أرجوك اطمن على أسرارك، أنا عمري ما هقدر أخونك.